ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادي عليك افتح وياه صفحة جديدة. ياللي عشت في كورة بعيدة، ياللي كنت في ضيقة جديدة، المسيح بينادي. دم الفادي طهر قلبك، بصليبه هيغفر لك ذنبك، ده اللي بموته اداك ابديه، اطمن ده يسوع بيحبك. ياللي عشت في كوره بعيده، ياللي كنت بضيقه جديده، المسيح بينادي عليك افتح أحبائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة من صفحة جديدة. الاسم مليان رجاء ومليان النهاردة إيمان شديد إن الرب يبدأ معك صفحة جديدة، علاقات جديدة، رؤية جديدة، هدف جديد. أقول لك الأشياء العتيقة قد مضت، هوذا الكل. إيه الكل؟ كل حاجة يلي بتعاني الرب عايز يبدأ معاك النهاردة حياة جديدة برجاء جديد. النهاردة حلقة مميزة بالبلد بتاعنا، حلقة حلوة بسبب الحلوين اللي موجودين معايا، مش هقول ضيوف لكن بنتعلم من خال الحلو الأخ رأفت فوزي. مرحب بيك يا خادم الرب الحلو. يا شريف احنا بنحبك. الرب يباركك. اشوف خالي كده رأفت فوزي الحلو ده، اشوف قوة الإنجيل، محبته لكلمة الله، الاحتمال حبيبي، ودايما الابتسامة دي مجدا. الرب بيفرح نعمته طبعا يا حبيبي، بغض النظر عن كل التحديات. مظبوط، لكن الرب بيفرح طبعا طبعا. وانا وانت فرحانين النهاردة عشان معنا مدحت الحلو. عيش حلو الصوت والشكل. أنا معكم. ما استاهلش. مدحت الجميل. شكرا يا خلاص. اشكر ربنا النهاردة. عايزك واحنا بنرنم تعلي صوت التلفزيون، خلي الجيران يسمعوا صوت هتاف في بيتك. امين. عايزين نملى البيت صلاه وترنيم، قول امين. امين. عايزين اللي وصل لينا نوصله ليك، ونوصل انا وانت النهارده للعظيم اللي بياخد بالايد ويشجعك ويفرحك. تعالى جرب حاجه جديده. ايه؟ اقفل الموبايل وركز معانا. حلقه بعنوان النمو الروحي. يعني ايه؟ ربنا عايزك تكبر. تعالوا ندخل حضراتي لان الموضوع شيق وفي حاجات كتيره جدا. تعالوا ندخل حضراته بترنم، تعالوا نرنم مع الحلو مدحت رشدي، تعالوا مش بس نسمع الصوت الحلو لكن كمان التسبيح لالهنا ملز جميل. يلا ندخل حضراته بترنم، نفرح ونرنم للرب. هللويا هللويا. هللويا هللويا. ترنم 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 ليسوع أعظم إله، ترنم 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 مجده بيملى الحياة، ترنم ترنم ترنيم ليسوع أعظم إله، ترنيم 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 مجده بيملى الحياة، ملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود، ملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود، بلا عز كمن هيسود سلطانك يا ابن الله، ترنيم 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 ليسوع أعظم إله، ترنيم ترنيم ترنيم
مجده بيملى الحياة. إبليس مغلوب مغلوب، أعلن واضح مكتوب. إبليس مغلوب مغلوب، أعلن واضح مكتوب. في الدم وفي المصلوب، في يسوعنا بنتحدى. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم، مجده بيملى الحياة. إيمان في يسوع بيزيد، والكتاب مليان مواعيد. إيمان في يسوع بيزيد، والكتاب مليان مواعيد. والوعد بنصره أكيد، سلطان الوعد معاه. ترنيم 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 ليسوع، نعم أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم، مجده بيملى الحياة. إيمان بيعيش في النور، ويشوف إبليس أمين. إيمان بيعيش في النور، ويشوف إبليس مقصور، وجناحه صبح مكسور. وهتف بيهد حماك، ترنيم 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 ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم، مجده بيملى الحياة. بهتف ينهد الصور، وإلهنا يمد جسور. بهتف ينهد الصور، وإلهنا يمد جسور. والشعب صبح منصور، وبيعلن مجد الله. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله. ترنيم ترنيم ترنيم، مجده بيملى الحياة. إيمان في يسوع، إيماني في يسوع بيزيد. نعم. وأنا بكبر، يقول لك لما كبر الصبي أبى. اسمع معايا، مش فلان كبر، أنا عرفت إزاي إن هو كبر؟ قال لك لما بيغلط بيعتذر. مش فلان كبر، أي اللي حصل له؟ بقى بيقول لأ. مش فلان كبر، بقى تصرفاته غير الأول. نفسك النهاردة، نفسك النهاردة تكبر، نفسك تنمو. النهاردة موضوع حلقتنا موضوع غني جدا. نقرأ آية من كلمة الله من بطرس الرسول الثانية، الرسالة الحلوة دي، إصحاح 3 وآخر آية في الإصحاح. ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى يوم الدهر. أمين أمين. بصراحة هللويا، ده موضوع الساعة. هللويا، أنا محتاج أسمع عن النمو. كتير جدا يعني يقول لك أنا تصرفاتي هي هي من زمان. ليه؟ وبيرسموا كاريكاتير، وأنا أسألك شوية أسئلة بس هشوف هنبدأ إزاي. كاريكاتير، هل النمو ده المعلومات؟ راسي تكبر كده معلومات، وفي الكنائس تعبئة، عبي 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 آيات. أيوة. ورسمين كاريكاتير كده، مدحت راس كبيرة ورجلين مفيش. أيوة. سبعيات عن المحبة، وتتعامل معاه مفيش محبة.
ها النمو بقى، النمو ان انا احتفظ بمعلومات. عايزين نحكي بقى يا خال، انا انت عارف انا بحبك ازاي. انت حبيبي يا شريف. عايزين نحكي من القلب للقلب، احنا ضيوف خفاف في بيتك النهارده. يلا امسك ورق ورقه وقلم واكتب ورا رأفت فوز الحلو الافكار اللي هنحكي فيها. تبدا بايه يا خال؟ الاول اقول مين ينمو. تمام، احنا عارفين ان مفيش حد بينمو الا اذا كان عنده حياه. صحيح. الجمادات ما تنموش، الحاجات الميته ما تنموش، فاللي عنده حياه بس هو اللي ينمو. صحيح. دي حاجه رقم واحد. يعني الكرسي ده لو سبناه 20 سنه يرجع نلاقيه كرسي بالظبط، لكن الكائن الحي بيكبر طالما بياكل ويشرب يكبر، ده لانه حي. فاحنا بنقول الاول لو انت مش بتنمو، لو انت بتروح الكنيسه وبترجع زي ما انت بقالك 10 سنين 5 سنين، احتمال كبير قوي، ودي حاجه انت تحكم فيها بينك وبين الرب، مش مولود اساس. تبقى مش واخد حياه من المسيح، وخاف عليك انك تبقى بس مرتاد الكنيسه، عمالي رايح جاي وانت زي ما انت، فده ما خدش حياه. زي اخويا شريف، زي يعني انا اسف، يعني لما واحده مثلا تيجي تقول لك انا حامل في طفل كده بقالي 10 سنين فنضحك طبعا. مستحيل الطفل ده اخره الجنين ده 9 شهور ويتولد. مظبوط. اكتر من كده تبقى انت وهمه، تروحي تدوري على دكتور يشوف فيه ايه. فلو انت حمل وهمي طبعا. فلو انت بقالك سنين بتروح كنايس ولا بتتغير ولا بتكبر ولا الناس شايفه فيك صوره المسيح، ولا انت سلامك بيزيد وحكمتك بتزيد وفرحك بيزيد ومحبتك بتزيد واحتمالك بيزيد واشواقك ناحيه الرب وناحيه خدمته بتزيد، تراجع نفسك. لو انت مقضيها روتين كده تراجع نفسك. ودول موجودين النوعيه دي يا اخ رأفت؟ صدقني اخ شريف موجودين كتير جدا في الكنائس. ناس اهي عنده وقت وهو بيحب الروتين شويه، فكل اسبوع يحضر من الساعة مش عارف 7 لـ 9 فين، وهو مواظب على كده. لكن السلوك زي ما هو، الكلام الوحش زي ما هو، النظرات الوحشة زي ما هي، العكننة والبؤس والنكد والضلمة والوش اللي مليان بالكآبة اللي ما بتتغيرش، والقلب اللي مليان بالغضب والغل زي ما هو. ففي ناس تبقى مشكلتها انها مش واخده حياه. طب انا بسمعك النهارده وفتحت القناه بالصدفه وواحد هيكلمني عن النمو، بيقول لي ده انت اساسا ما اتولدتش. ايوه. تقصد ايه بالولاده الثانيه يا خاف؟ الولاده الثانيه هو ان الانسان الطبيعي ما يقدرش ابدا يعرف ربنا، ما يقدرش يحب الامور الروحيه، ما يقدرش. زي لو جبت حضرتك يعني مع التشبيه، يعني جبت اسد وحطيت له خس وجزر، ما ياكلش، ما يحبوش. نقول له ده مفيد، ده الجزر بيقوي النظر، ده هيلث وهيلثي وجميل، ما فيش. طب ايه ياكله امتى؟ لو انت غيرت طبيعته. طول ما هو طبيعته ياكل لحمه مفترس، هو يعني مفترس، ما تقدرش ابدا تعودوا على الأكل ده، لازم تتغير طبيعته. فالإنسان البعيد عن ربنا الخاطي، الحل الوحيد ليه إن ربنا يديله طبيعة من طبيعة الله، بتحب الأمور الروحية، يحب الله، يحب الصلاة، يحب القداسة، يحب التعفف، يحب الحقيقة ويحب الصراحة. ده إحنا مش مولودين بيه. لا، مش إحنا مولودين بالعكس، مولودين بالفساد، مولودين بالشر. ويقول كده، ما يتكسفش الكتاب المقدس انه يوضح حقيقه الانسان ويواجهه، يقول كده لاني هنذا بالاسم قد صورت وبالخطيه حبلت بي امي. ده مين اللي بيقول كده؟ ده داود. الروح القدس بيتكلم على فم داود وبيعلن الحقيقه ديت. لو انا عايز اوصف داود في كلام اقول داود ده مؤمن عادي يعني مثلا، هو واحد بيقول لا، ده داود ده النبي، داود ده المسبح، داود ده رجل الله، داود ده بحسب قلب الله الملك اللي بحسب اللي منه جه نسله، من نسله جه المسيح، اللي بينسبه المسيح ليه على طول المسيح ابن داود. ده قال ان انا بالخطيه هانذا بالاسم صورته وبالخطيه حبلت بام. نعم. لما داود يقول كده، لما داود يقول ارحمني، انا وانت نقول ايه؟ صح. لما اشعياء يقول ويله لي لاني انسان نجس الشفتين،
أنا وأنت نقول إيه؟ لما بولس يقول ويحي أنا الإنسان الشقي، نروح فين إحنا؟ صحيح. نروح فين؟ لو أنا النهاردة وأنا بسمعك علشان أقرب من ربنا ويحصل نمو لازم يحصل ولادة، أنت وضحت لي إن أنا مولود خاطي، الله عايز يغير طبيعتي، عايز أخد خطوة، أعمل إيه؟ الرب يسمي طبيعتي دي أخي الشريف متجنب عن حياة الله. أنا زمان لما كنت أروح الكنيسة وأنا صغير قبل ما أعرف المسيح، كنت أروح الكنيسة ظابط الساعة كده، هما امتى يخلصوا الساعتين بتوع الكنيسه، وافضل اضيعهم باي طريقه، بقاعد عمال ابص على اللمض وابص على المراوح وابص على البلاطات. كان عندك كم سنه؟ كان عندي 14 سنة. كان عندي انا عرفت المسيح وانا عندي 16 سنه. مجدا للرب. كان عندي 14 سنه ساعتها، وكانوا ساعتين الكنيسه دول يبقوا تقال قوي، واقعد اسرح واروح واجي وافكر انا لما اخرج هاكل ايه وهشرب ايه وهلعب ايه. ولو يعني انت في الكنيسه بجسدك لكن فكرك في حته مش دي. بحب كل يعني مش بحب كل اللي بيحصل الا اذا كانوا هيدوني عليه صوره، هيدوني عليه جايزه، هيدوني عليه كوبون لكن انا من قلبي لا، مفيش حب لربنا مني ليا كده. يعني ممكن ابقى قاعد في بيتنا افكر اعمل اي حاجه في الدنيا غير ان اصلي، افكر اعمل اي حاجه في الدنيا غير ان اقرا الكتاب المقدس. فده بيقول ان طبيعتي دي كانت طبيعة بعيدة عن الله، طبيعة متجنبة، متجنبة الكتاب يوصفها كده، متجنبون عن حياة الله. يعني ما يعني ما فيش أي نوع من أنواع التلامس، التفاعل، تجنب يعني التفاعل مع حياة الله. ممكن أعمل أي حاجة إلا أن أنا أحب ربنا وأقرب منه وأبقى مشتاق له. حصل يوم بقى في حياتك كان صديق ليا في المدرسة. أيوه. الإعدادية خلصنا الإعدادية ونجحنا، وهو سافر البلد عند خاله قعد شوية كده، هو خادم متفرغ دلوقتي اسمه الأخ مجدي فوزي، الرب يحفظه. الأخ مجدي فوزي كان شاب معايا في المدرسة وجي قال لي عايزك. والأخ مجدي يعني على الهوى كده كان حد صعب قوي. يعني لما قال لي عايزك أنا قلت يبقى يعني كنا نخاف منه شديد. في المدرسة أصلا. فقلت عايزك دي يبقى هو يعني وراها حاجة. كنت رايح وانا كده ايه مش عارف عايز ايه، جابني في البيت وقال لي انا سلمت حياتي للمسيح وعايزك تسلم حياتك للمسيح. قلت له موافق بس اعمل ايه يعني؟ قال لي هنصلي مع بعض وهقول لك الصلاة اللي انا صليتها ديت. وتالي كان جمع اصحابنا كلهم يعني عمل معهم كده، وفي الحقيقة صلى معايا وسلمت حياتي المسيح في اليوم ده. مجدا ليك يا رب. اتغيرت تماما. ايه ده؟ الصلاة كانت بسيطة قوي اخ شريف، كان قلت للرب انا ببدأ معاك حياة جديدة، اغسلني وطهر قلبي من كل اللي فات، طهرني من كل الشر اللي فيا واديني قلب جديد. وكانت الصلاة دي ابونا متى المسكين بيقول الصلاة دي الله ما يرفضهاش، صلاة التوبة دي ما تفصلش فيها. ليه؟ دي الصلاة الوحيدة اللي ربنا ما يقولش عليها لا ابدا، مهما كان اللي صلاها من اي مكان في اي وضع. استجابتها فورية وبلا نقاش. فالرب استجاب في نفس اللحظة اللي انا صليت فيها، حسيت باحساس حسيت بسلام وحسيت بفرح وحياتي اتغيرت من ساعتها. شكرا ليك يا رب. الرب النهاردة اللي غير الاخ رأفت فوزي وغيرنا مازال موجود بينادى عليك، عايز يغير حياتك. مجد. انا الحلقه دي يعني ما عنديش تقسيمه في ذهني ليها غير ان الرب يقودنا بالروح القدس، فهنمليك صلوه وهناخد تليفونات، واتمنى كل اللي هيعمل معانا مداخله يتحد معانا في صلاه، يطلب لو عندك سؤال ينفع بس ترفع ايدك وتملينا صلوه خادم الرب من قلبك كده نصليها وراك، اللي خلف الكاميرات والشاشات يصلوها ويطلبوها زي ما الرب غيرك يغير الكل اللي بيسمعه. ارفع ايدك يا خادم الرب وصلي كده، ملينا صلوه كده تطلع من القلب للرب. يا رب صلي معايا كده من قلبك، كل اللي مطلوب ان الصلاه تبقى من قلبك. يا رب يسوع المسيح، انا جاي لك زي ما انا، مش هحاول اصلح في نفسي ولا عدل في نفسي بقوتي الذاتية، لكن جاي لك بشري، بفسادي، بإدماني، بمشاكلي، باكتئابي، بأمراضي النفسية،
جاي لك بمخاوفي، جاي لك بيأسي، جاي لك بكل التفكير اللي جوايا، وجاي لك بحالة قلبي البعيدة، جاي لك يا رب كده بكل شر فيا، بنجاستي، بإدماني للأمور الإباحية، جاي لك يا رب كده بزيغاني وبعدي وكسر الكل عهد، جاي لك بخيانتي. النهاردة بديك القلب اللي باظ، اللي فسد، اللي أصبح ما ينفعش، وأطلب منك في اسم رب يسوع أن تعطيني قلبا جديدا يا رب، زي ما صلى عبدك وقال لك قلبا نقيا أخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في أحشائي. النهاردة تديني قلب جديد، اديني طبيعة جديدة يا رب، تحبك يا رب وتمشي معاك كل السكة يا رب، طبيعة تتكل عليك وتصدقك، طبيعة تشتاق لك، أيوة، تحبك وتحب الناس باسم الرب يسوع. باسم يسوع أشكرك لأنك سمعت، وأنا متأكد أنك استجبت. هللويا، ولك كل المجد. آمين آمين آمين. معنا كم تليفون ونرجع تاني للضيوف الحلوين. ألو، أيوة، مساء الخير، اتفضلي. يا أهلا يا أخت أمل، اتفضلي يا أخت أمل، اسمعينا من التليفون لو سمحت. ألو ألو، أيوة اتفضلي، احنا سامعينك. أهلا أهلا بيكي، شريف معاك، اتفضلي. كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة، ربنا يعود عليكم بيوم بخير يا رب. أمين أمين. اتفضل. أنا لما استنى يوم الثلاث بالذات، لما عد الأيام وعد الشبه، لما تيجي على سبت التلفزيون. الله يباركك ويحفظك، وده اللي مخلينا مستمرين صدقيني. صدقني لما عدهم باليوم والساعة والثانية، وقبل ما تيجي يوم الثلاث عشان المباركين دار أكلمهم. الله يباركك يا أختي، اتفضل قولي لنا مشاركتك. أنا كلبة بنت الرب، كلبة طلب السبع بعد عنك، عندي مشاكل في السنة، وعندي بعد عنك شلوان 23 يوم مش راضية تمشي. لا ده احنا نصلي لك الرب يلمسك بنعمته. أمين يا بنت الرب. أمين أمين أمين، الرب يلمسك العظيم والشافي موجود. معنا كمان تليفون. ألو 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 طيب، نتمنى، كنا نتمنى نسمع صوتك. ألو معنا كمان تليفون. ألو ألو، تفضل، أهلا بيك، أهلا بيك، أنت على الهواء، تفضل. أهلا يا أخوي الغالي، تفضل، أهلا بيك. عماد عماد، إزيك يا أخوي عماد؟ شريف معاك، تفضل يا أخوي عماد. أنا بشكر ربنا جدا على الوقت الحلو اللي مليان بحضور ربنا. الله يباركك يا عمدة. أشكرك يا أخ أشرف وأخي مدحت والأخ رأفت جدا، وحابب إن أنا أشهد يعني مجدا للرب. احنا سامعينك يا عمده، سامعينك، الرساله وصلت طبعا، كان نفسنا نستمتع. ده انا عندي شويه حاجات مجهزهم ليك بصراحه، احنا مش هنسيبك النهارده. انا معاك، بس تقول لنا ايه يا مدحت؟ احنا اتفقنا انا وانت على رأفت فوزي، هنعمل ايه النهارده؟ وعندنا ترانيم من اللي انت بتحبها، بس اتضاع ومحبته حتى مش بيحب يقول. أيوة. هو اللي مألف انت وحدك تستطيع يا يسوع، هو اللي مألف كل باب انت فتحته، وهو اللي مألف الترانيم الحلوة. فكرنا احنا كاتبين كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، ترنيمة الحلوة. ايوة شفتك، تقول له انا ما شفتكش في المواقف الصعبة، هو كاتب لنا ترنيمة يقول له رب ايوة شفتك. هللويا، ايوة شفتك. هتقول ايه وهنقول ايه في الترانيم الحلوه دي؟ انا عايز اشارك بالترنيمه الحلوه اللي كتبها الاخ رأفت، وبيقول فيها كل مخاوف جوايا زالت لو انت اديت حياتك للرب،
شوف السكه تمشي مع الرب ازاي، كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا ولسه ما زالت في نمو. يلا نرنم وننزل نهتف بالترنيمه دي، مبارك اسم الرب. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا لسه ما زالت عماله تشكل وتعني. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني، عملت فيا لسه ما زالت عمالة تشكل وتعني. همشي معاك الرحلة بحلة، استنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وافهم معانك ألامي في خيرها. همشي معاك الرحلة بحال، استنى ردك لآخرها، عرف إيه قصدك في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها. درب قلبي يا رب في حقك، أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا في جودك. درب قلبي يا رب في حقك، أنا مستني وقت وعودك، قلبي مآمن بيك ومصدق إن أنا لازم أحيا في جودك. همشي معاك الرحلة بحالة، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وأفهم معنى ألامي في خيرها. همشي معاك الرحلة بحالة، أستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاها بتدوب في سلامك. شايف كل البركة في وجهك، حاسس بيها في كل كلامك، كل مخاوفي لما تواجهك بلقاك ساعدني. همشي معاك الرحلة بحلة، هستنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها. همشي معاك الرحلة بحالها، استنى إرادتك لآخرها، أعرف إيه قصدك في حياتي وافهم معنى ألامي في خيرها. مجدا للرب يسوع المسيح. مهما كانت التحديات، مهما علي صوت همان، فيه سلام ليك من قبل الرب. هللويا. ما تخافش، يشيل المخاوف طبعا. نعم. اللي بايديه الحلوه حط ايده علينا، اللي ايديه اتسمرت لاجلنا هو ايده الحلوه اللي تحمينا. ما تخافش. انا بصراحه احط نفسي مكان وانا شاب يعني صغير، وادينا مدحت وبنتعلم من رجال الله اللي زيك يا خرافط، نموذج مشرف حبيبي للمسيح. الرؤية بتكبر، الخدمة بتنمو، حتى الخدمة بتنمو. قريت جزء جميل جدا، أشجعك تقراه في سفر الملوك الثاني إصحاح 6، يقول لك
نبان الأنبياء قالوا الأليشع لأن الموضع ضيق علينا. كان عندهم مكان بيسيعهم بس الموضع ضيق علينا، يعني هم زادوا هم ناموا. أيوة صح. هم كتروا. أيوة. مش قطعة الأرض اللي هم عايشين فيها كشت. لا لا. لكن هم ناموا. الخدمة بتنمو طبعا. أنا نفسي وأنا بشجع كل اللي عايشين في القاهرة في اجتماع جميل جدا خدمة الرجاء في السنابل في الحدائق، عامله الأخ رأفت من 15 سنة. اجتماع عامل حالة كده، اجتماع بيربح نفوس، مجد للرب، بيتلمس شباب، بيضم أسر. قد إيه الاجتماع ده مؤثر والرب بارك. إزاي الاجتماع ده واللي بيشاهدونا النهاردة ممكن نشجع حد؟ إزاي اتولدت الرؤية وإزاي نمت وإزاي وصلنا لحد ما بنعلن نعمل نهضة والناس بتبقى برة؟ مجد للرب. حاجة عظيمة يعني. إزاي بدأت الفكرة أخرافة اجتماع الرجاء؟ سنة 2004 كسرت رجلي، قعدت في البيت شهرين، وانا وفي الشهرين دولت الرب قال لي اكتب منهج تلمذة. بدأت اكتب منهج تلمذة، كان خلاصة كل اللي اتعلمته وقريته. انت مكسور؟ انا ومكسور. أيوة. وعلى بال ما رجلي خفت كان المنهج خلص. ده كسر الرجل كان الغرض. ده كان الغرض. وبدأت التعليم دوت احطه في ملزمة كده، وبدأت أجمع مجموعة شباب عندي في البيت أعلمهم التعليم دوت. كانوا مجموعة مش كبيرة قوي، حوالي 10 شباب وشابات إحنا نعرفهم، وبدأوا يكبروا وهم النهاردة نصهم هم قادة الخدمة. الكلام ده من آخر 2004. المجموعة زادت وبقيوا مجموعتين، فبقى عندنا مجموعتين بدأوا يساعدوني في الخدمة. بدأنا نكبر نكتر، بدأوا الولاد والشباب والشابات يرتبطوا من بعض، وبدأ يبقى فيه أو أطفال. فكنا بنعمل في اجتماع صغير كده مدرسة، اجتماع للكل بقى. فطبعا ما نفعش، الأولاد بيزعقوا بتاع، فالناس قالوا لا مش عارفين نستفيد. فبدأنا نروح السنابل، وبدأ الرب يدينا هناك الاجتماعات، وبقى عندنا مسرح كبير بيسعه حوالي 200 فرد. في اوقات بتبقى مليانه للاخر وبنجيب كراسي يعني. وبدا يبقى عندنا قاعات صغيره بنعمل فيها مجموعات تلمذه وكورسات للمتزوجين حديثا. كمان في مكتب مشهوره. انت ما كانش في ذهنك كل السيناريو خالص خالص، انت بدات بالنور اللي الرب هو دلوقتي. حاجه بسيطه، خدنا اجتماع كده نعمل فيه الاجتماع للشباب اللي اتلمذوا دولت وبيخدموا. بدأ العمل يكبر وبدأ ينتج من ده، وبدأوا الشباب والشابات يدرسوا. النهاردة عندنا ناس متخصصة جدا في المشورة، واخدة دراسات من معاهد في أوروبا وفي أمريكا، بيساعدوا الناس في قضايا الإدمان، في قضايا المشاكل الأسرية، في قضايا المشاكل النفسية، في قضايا الحاد. المشورة الكتابية طبعا ما عندناش. انت معروف طبعا ما عند... يعني هو ده اتجاهنا، انت بتوصل الحق الكتاب المسيح. مظبوط مظبوط، مش علم نفس بحت خالص، كلمة الله. اي حاجة تتعارض مع كلمة الله احنا ما تلزمناش. والروح القدس هو اللي بيعالج. يا اخ شريف، انا بدرس وبقرا. يعني انت تؤمن ان دم المسيح يحرر المدمنين بدون مصحة؟ اؤمن. وشفتها. مش اؤمن لاني يعني كده بحب الفكره، شفتها بس اؤمن ان في كده وفي كده. يعني اؤمن ان في ناس بتتعالج بالطريقه دي، وفي ناس الرب يقدر يتمجد معاها بالطريقه ديت، والاثنين ايد ربنا بتتمجد فيهم. هو العلاج اساسا ان العلاج يجيب نتيجه، دي معجزه. بالظبط بالظبط. فاؤمن بده واؤمن، وبنعلم ده وبنعلم ده. أشكر رب لأجل الرؤية اللي حبيب. بدأت ونمت وثمرها دلوقتي حاجة عظيمة جدا. معايا كام تليفون وهرجع ليك. اتفضل. ألو ألو يا أخويا الغالي. أيوة ألو، أهلا بيك، اتفضل. أخويا شريف. أيوة شريف، معاك، اتفضل. بحييك حبيبي يا أخي شريف، أنا بحييك بحيي لك، بحيي كمان أخويا الفاضل
الضيف اللي مع حضرتك. اخويا مين؟ انا بص يا اخويا شريف، انا عاوز اعرف من فضل. لك عبد المسيح ابن ضب. اهلا يا اخ عبد المسيح. الو معايا اسمعك. اهلا بيك حبيبي. اتفضل. ايوه بص يا شريف، انا عاوز اسالك سؤال يعني. اتفضل. ينفع انا بعد ما اتولد الولاده الجديده وابقى خليقه في المسيح، ينفع اعمل خطيه؟ ده سؤالك مش كده؟ ده سؤالك مش كده؟ ده سؤالي بعدين. وبعدين في آية الكتاب المقدس بتقول الخطية لم تسودكم. مظبوط. فلكن ده في ناس هتيجي مبرر ان انا بعد ما اتولد عادي اقع في الخطية واقوم ليه كده طيب؟ اللي بيقول عادي ده ضد كلمة الله. إن أخذ إنسان في زلة ما، إن أخطأ أحد، ده بيفترض افتراض المفروض. مفيش مبرر نعمل خطية، بس في مؤمن يعمل خطية موجود. وموجود دم المسيح، وموجود الغفران الأبوي اللي أنا بستمتع بيه بعد ما فضل. انا لما اكون مولود الولاده الثانيه ولاده عافيه، هي الايه بتقول المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. مظبوط. فازاي انا يعني انا ما لا انا معترض عليه ان انت بتبوظ يعني بتسجن البتان ويعني طب انت بتبقى عاوز تفضل الشعب ليه معاه؟ مش قادر اسمع الحته الاخيره يا يعني انا اعترضها لك ثاني، بقول لك يعني مثلا الشخص بيضع ليه وضع الشعب اللي هو بيخدم مصريين معاه؟ لما الشخص المتقدم بيوجع الشعب معاه؟ طبعا في حد بيعلم تعليم ويقول لك عادي الخطيه عادي هو عاملها وخلاص على كده وضع فيها عادة. شكرا ليك. طبعا الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. اللي بيعمل خطيه دي زله. عمرك شفت واحد ماشي بالعربيه حابب يعمل حادثه؟ ده لو عمل حادثه يندم يتعب. هكذا الطبيعة الخليقة الجديدة دي تكره الخطية. إن كنا نعيش في الخطية لسنا بعد تحت النعمة، لكن الرب أعتقنا حررنا. يعني أي تعليم يقول إن المؤمن يعمل خطية؟ إن أخطأ أحد، إن سبق إنسان، إن مش بيدينا حل إن نخطأ. صح. لكن لو حصل كده دم المسيح موجود، مفيش طريقة تاني بيها ندخل السماء غير المسيح. وهنفضل ننادي، وقناة الكارما من القنوات المشرفة علشان كل المسؤولين فيها. نؤمن بالوحي الحرفي، بالوحي المعصوم، فهذا إيماننا بالمسيح. نعم. عايزين ندخل في الموضوع الحلو. ايوه النمو الروحي. نعم عايزين نكبر بقى. بالظبط. يعني احنا خدنا اول فكره مين اللي ينمو ياخد حياه. بالظبط. ودي حاجه كانت مهمه نقولها. طبعا. الحاجه الثانيه ان الناس لما بتاخد الخطوه الاولانيه دي وحياتهم فعلا بتتغير وياخدوا الطبيعه الجديده زي اي طفل مولود، ايه الخطوه اللي بعد ما يتولد؟ لازم يكبر. صح. لازم نعتني بيه، لازم ياكل، لازم يشرب، لازم يتدفى، لازم يلاقي اللي يحتويه ويعتني بيه. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. نعم. صح جدا. فمهم قوي ان لكن انا للأسف بشوف ناس كتيرة قوي بتتولد في الكنيسة، بتتولد نشكر الرب، بياخدوا حياة جديدة ويشعروا بالفرح وتبقى عندهم طبيعة جديدة ما بتحبش الخطية، واذا وقع او اخطأ تلاقيه ما يستريحش، وده دي طبيعه اللي اتولد ما بيحبش الخطيه، ما بيعرفش يتاقلم مع الخطيه. يقع، ما فيش حد ما بيقعش، لكن عنده طبيعه رافضه الخطيه. وكانوا زمان يعلمونا الموضوع ده يا اخي شريف، يقول لك الفرق ما بين الخروف والخنزير. الخنزير ترميه في الطين يتمرمغ مكانه ويحبه. أيوه. لكن الخروف اذا اتسخ ما يستريحش ويقعد بيدور على حل. وده برضه في السؤال اللي اتسال لينا. هعيش في الخطيه؟ بالظبط. اتفضل يا اخويا. عندي طبيعه، يعني هو بيقول المولود من الله لا يخطئ، بقى عندي طبيعه ما بتتاقلمش ولا تنسجم مع الخطيه. صح. هو ده المعنى بتاع ان المولود من الله لا يخطئ، لان طبعا
غير خافي على اي حد ان احنا عندنا مثلا القديس بطرس مولود من الله ولا مش مولود, مولود من الله؟ طبعا. انكر ولا ما انكرش؟ انكر. طب ايه بقى؟ توما شك. توما شك. ايوه. مفيش حد ما غلطش. داود اللي لسه متكلمين عنه وهو اللي قال قلبا نقيا اخلق فيا وزنى. بالظبط. فلا ما يعني فكره انه لا يخطئ بمعنى انه معصوم, ما عندناش الكلام ده. ما عندناش عصمه الانبياء. ما عندناش عصمه. لا لا. احنا عندنا اخطاء الانبياء. عندنا اخطاء. الكتاب المقدس من اوله لاخره عرى وفضح طبيعه الانسان مهما كان. مهما كان. فده عليه عشان يكون المجد, كل المجد لله اللي بيخلصنا وبيغفر لنا وبيشفينا وبيغيرنا. مجدا ليك يا رب. مجدا للرب. تجيب سيرة المسيح تفرح. هللويا. صح. انا الحلقة دي حلقة غير تقليدية. يعني في ترنيمة ومدحت اللي بيحبها جدا. الترنيمة لو في جبال, لو في تحديات. نعم. الترنيمة الحلوة دي اللي انت كتبتها وقت لما تكون وقت لما تكون صعابي. نعم. انت تقول لنا اختبارها. أيوة. نسمعها من مدحت الحلو. نعم. يعني اختبار الترنيمة دي غالية. ترنيمة بصراحة كل اللي بيسمعها بتفرق في حياته. وانا بصلي النهاردة وانت بترنمها وتسمع اختبارها, الرب يشيل كل صعاب, حتى ان وجدت الصعاب يرفعك فوقيها. اختبارها ايه ده يا خادم الرب؟ دي اولا انا يعني بشكر الرب ومديون للرب وللاخ هاني روماني اللي هو بيسمعنا دلوقتي, اللي هو شجعني جدا اكتب. وانا في الوقت اللي قابلت فيه هاني كنت بكتب شعر يعني, وهو لما قرى الكلام قال لي ده انت ينفع يطلع منك كاتب ترانيم, تكتب ترانيم. وده كان يعني تشجيع جامد قوي. وقول لمدحت انت ينفع تكتب ترانيم. طب مدحت ده بركه. كتب على فكره. ايوه. كتب مرة. أيوة. بأمانة وترنيمته بتترنم بس هو مش بيرنمها, معرفش ده ارتضاع ولا ايه. لا نبقى نشوف الموضوع. ده محتاج جلسة مشهورة. أيوة صح. فكانت ظروف بقى, في أسئلة كتير, تحديات كتير مش عارف لها إجابة. يا رب أنا مش شايف شكل مستقبلي, مش عارف إيه اللي هيحصل, هنجح مش هنجح, هتجوز مش هتجوز, هخدم مش هخدم, هروح فين, ما فيش حد في ظهري. انا والدي توفى وانا في تانية ثانوي وعندي تحديات كبيره. كانش عندك شقه ولا عندي حاجه خالص. امي ارمله ست بركه ربنا يحافظ لنا عليها ويديها طول العمر. ما فيش في ايديها حاجه. وانا عمال اقول للرب طب يا رب همشي ازاي في الحياه ديت. فكان في الحقيقه يعني ابليس كان يجي كده وهي صعبة لوحدها ويقوم صعبها. ده شغلانته يلعب في الصعب. أيوة. لحد ما في مرة كده كنت باخد الخلوة بتاعتي ومسكت القلم وكتبت الكلام دوت. ولما وريته للأخ هاني قال لي دي الترنيمة دي, خدها ولحنها ونسيت أنا الموضوع. يعني سنة 2008 بيتصل بيا من الكويت وهو يعني مليان حماس, قال لي يا رأفت يا فوزي الناس بتعيط قدامي بتبكي وانا بقول الترنيم. مجدا ليك. مجدا للرب. ده لاني يعني الروح القدس امين جدا علينا. شكرا ليك يا رب. فحول العصره بتاعه الظرف الصعب لاختبار يطلع منه بركه ومجد للناس كلها. مجدا ليك يا رب. مجدا ليك. يلا نهديك الترنيمه الحلوه دي. وقت لما تكون صعابي واقفه ضدي بمستحيل. إلهنا ما عندهوش مستحيل. مجدا. إلهنا يستطيع كل شيء. يلا افرح ورنم مع مدحت الحلو بالترنيمة الحلوة دي. وقت لما تكون صعبي حجب عن عيني السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. وقت لما تكون صعبي حجب عن عين السماء والقى نفسي في اضطرابي بين حقايق مؤلمة. انت وحدك تستطيع يا
يا يسوع تيجي وتفيض بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي وتفيض بالسلام. انت يا حصن المنيع يا يسوع اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. اقوى من الخوف والظلام. وقت لما تكون جبالي واقفه ضدي بمستحيل والشكوك تنهش في بالي من يشيل حمل التقيل. وقت لما تكون جبالي واقفه ضدي بمستحيل والشكوك تنهش في بالي من يشيل حمل التقيل. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. انت وحدك تستطيع يا يسوع تيجي تنقل الجبال. انت يا حصن المنيع يا يسوع كلمتك فوق المحال. كلمتك فوق المحال. كلمتك فوق المحال. وقت لما السهل يصعب والحاجات تطرح فشل. لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. وقت لما السهل صعب والحاجات تطرح فشل. لما وعد الناس بيهرب والعمل خاب والأمل. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي صعب عالجميع. يا يسوع يبقى عندك مستطاع. انت وحدك تستطيع يا يسوع ترد جوايا اللي ضاع واللي صعب عالجميع. يا يسوع يبقى عندك مستطاع. يبقى عندك مستطاع. ايوه عندك مستطاع. اللي انت فيه مش دي النهاية. خسر كل. شوف كلمة كل. صحته كل. ثروته كل. اولاده. لكن في النهاية يقول لك قد علمت انك تستطيع كل شيء. هللويا. ولا يعثر عليك امر. اللي انت فيه مش دي النهاية. مهما كانت الصعوبات. مهما كانت التحديات. الهنا اله المستحيلات. هللويا. ازاي يا انمو خال؟ حبيبي عايز انمو. ايوه عايز. حتى كخادم مؤمن عايزين يا مدحت الناس لما يشوفوني يشوفوا ازاي في نمو في نضوج. وجهه يلمع. شهادته تلمع. سلوكه يلمع. الاعلان اللي بيقوله بيلمع. مش اي يعني بيقولوا كتير ايات بيستخدمه بس في واحد كده لما يقول ايه يخترقني. ازاي انمو؟
النمو ليه مقياس، ان احنا ننمو الى تلك الصورة عينها، نتغير النمو، نفضل ننمو الى ذاك الذي هو الرأس، ننمو في كل شيء الى ذاك الذي هو الرأس يسوع المسيح. النمو معناه الاول، معناه ان ملامح المسيح في شخصية المؤمن تبان، فكر المسيح يسود عليه، إرادة المسيح يكون عايش فيها، مشاعر المسيح وأحشاء المسيح زي ما بولس سماها أحشاء يسوع المسيح تبقى متملكة فيه. فالمؤمن، وطبعا المسيح ده سكة كبيرة، يعني تقيس 1000 ذراع وتعبره ويمشي في الاختبار الروحي والمية لحد الكعبين، ويقيس تاني والمية لحد الركبتين، يعني مش حاجة قابلة للزيادة والنمو. ده ان مؤمن عمالي يقترب ويكبر عشان يبقى بيشابه صورة يسوع المسيح. شكرا لك يا رب. ده اللي لازم نجوع ونعطش ليه. نعم. للأسف احنا ساعات كتير قوي عندنا في الكنيسة، بدل ما الناس بتنمو، انا اسف يعني مش كل الكنائس طبعا، لكن بنخزن الناس. في فرق ما بين الناس تنمو والناس تتخزن. ازاي يعني تخزن الناس؟ يعني المهم بيجوا الكنيسه وبقى قدامي عدد واقول لهم الوعظه ويسمعوا الترنيمه ويروحوا، ما عنديش منهج فكري، ما عنديش رؤيه لان الناس ديت تتنقل من حته لحته زي ما الكتاب بيعلمنا، من مجد الى مجد ومن قوه لقوه. لا، هو ساعات كتير قوي بقى فكرنا نتعزى شويه ونبرد، والاسبوع اللي بعده نتعزى شويه ونبرد، طب والمؤتمر اللي بعده نتعزى شويه ونبرد. مش وحشه التعزيات، بس هي التعزيات دي نعمه الله بيديها للمؤمن عشان يعرف يكبر. صح. يعني انا ليه بديك ريست؟ عشان انت بتتعب. بالظبط. لكن انت لو بتتعبش تاخد ريست ليه؟ مرتاح في الراحه فعلا، ما انت قاعد. فالرب بيعزي المؤمن. يعني زمان التعزيات دي تيجي المؤمن نتيجة ان هو ماشي في البرية مشوار وتعبان، فالرب يجي كده ينعشه، يتنسم عليه، نسم عليه لانه شايفه تعبان. لكن دلوقتي واحد قاعد ما بيتحركش ولا بيكبر ولا حاجة، يبقى كده بقى مدمن تعزيات، سامحني في اللفظ بس هو كده فعلا. ايه بقى اللي احنا محتاجينه الوقت الجاي؟ نكبر. او وهم تعزيات. ايوه بالظبط. يعني التعزيات الحقيقيه لا، علشان نتعزى لابد من كذا وكذا وكذا. وعارف كلمه ايه؟ حاسس دي يا مدحت. ايوه انا شاعر النهارده. مش بحب كلمه حاسس انا. ما هل الايمان يبنى على الاحساس؟ لا لا، هو لا. طبعا الله حط فينا مشاعر. نعم. بس نحن نعبد الله بالروح والحق. نعم. نعم. بغض النظر عن احساسي ايه. فيمكن بيتوهموا موضوع التعزية، لكن مش تعزية، مش التعزية الحقيقية تغير، ترمين على الرب أكتر، انكسر أكتر، اتضع أكتر. صح. أكبر أكتر. أيوة. أشكرك جدا. طيب إيه اللي يخليني أنمو؟ أول حاجة تخليني أنمو، إيه الدافع اللي يخليني أنمو؟ لأن في ناس كتير قوي شايفة أن النمو ده رفاهية. يعني عايز أقولك على حاجة، لو ما كبرتش ما تاخدش حقك في المسيح. ليه؟ إحنا عندنا حاجة في القانون بتقول كده عن شريعة القاصر، طول ما انت قاصر كل حاجة من ورثك تبقى باسمك، بس لا تملك حق التصرف فيها. أيوة. إلا لما تكبر وتبقى ناضج، يسموه راشد في القانون المصري، تبقى 21 سنة. قبل كده بيوم حاجتك مكتوبة باسمك، بس مش من حقك تتصرف في جنيه. فساعات كتير أخويا الشريف يبقى الرب لي كل المجد يقول لي رأفت، يا رأفت أنا باركتك وليك ورث قد كده، وانا اقول له طب اديني بقى، الرب يقول لي يلا اكبر بقى عشان اقيمك عليه. ما انا مش معقوله اجي لطفل صغير في ثالثه ابتدائي وادي له العربيه اللي ابوسها بها له، هوديه في داهيه، هضره. فيجوا يقولوا له ايه؟ حبيبي العربيه دي بتاعتك، القصر ده بتاعك، الرصيد اللي في البنك ده بتاعك، الناس دي كلها شغاله عندك، طب يلا. يقول لك لا اكبر. ففي مؤمنين كتيرة جدا بيتمتعوا بحقوقهم في المسيح لأنهم ناضجين، لأنهم كبار. وفي مؤمنين مش قادرين يتمتعوا بحقهم في المسيح
ولا بميراثهم لأنهم مصرين يبقوا أطفال. بولس يشتكي من الموضوع ده ويقول لهم: وأنا أيها الإخوة، كورنثوس الأولى 3 لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح، سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون. لا تستطيعون، لسه أطفال في المسيح، حتى كبير في السن لكن فكره صغير. ما لناش دعوه بالسن المادي والبشري، ده ملوش دعوه خالص. وللأسف ما فيش في الإيمان حاجة اسمها إيمان بالأقدمية، دي مشكلة كبيرة دي. يعني يقول لك: أنت عارف أنا ليا كام سنة في الكنيسة؟ ليا 50، ليا 30. أقول له: هو مش كده خالص، مش كده خالص. لكن أنت بتكبر قد إيه في الروح، قد إيه المسيح زي ما بولس قال كده: يا أولادي الذين أتمخض بهم إلى أن يتصور المسيح فيكم. أنا نفسي أشوف المسيح فيكم. نعم. فمش بالزمن أبدا أبدا، مش بالزمن، لكن بمدى نموك، بمدى وجود المسيح وحضور المسيح وملامح المسيح وطباع المسيح وفكر المسيح يبقى فيك. نعم. دي النقطة الأولانية. ليه انمو؟ لأنك لو ما كبرتش تفضل كل حاجة ليك لكن مش هتتمتع بيها على الأرض. النقطة الثانية: ليه أكبر؟ لأن في الحقيقة الله ما بيستخدمش أطفال، الله بيستخدم رجال. يقول كده: وطلبت من بينهم رجلا. ها؟ طفل؟ لا، رجلا. رجل. نعم. طب يا رب ما هو كتير. يعني لما يجي خادم يقف في كنيستنا كده يقول: الرب طالب، طلبت من بينهم رجل. يقول لك: ده احنا عندنا 200 مؤمن. يقول لك: انا مش بسأل على كام واحد، انا بسأل على كام راجل. صح. الناس تتعدى عند ربنا بقد ايه هم رجاله. وراجل يعني ايه؟ يعني ناضج، يعني يعتمد عليه. يعني لما يجي حد، اجيب طفل مثلا امسكه مسؤوليه. وخلي بالك اخ شريف، اخويا مدحت، هي دي المشكله في كنايسنا. اطفال ماسكه الكنائس، ماسكه الخدمات، يتقمص يزعل يسيب الكنيسه ويمشي، مش عارف يكسل ما يجيش، يجي له مشغوليه في حته تاني فيسيبها، وبالنسبه له ما هو ده طفل. صح. ونقعد نشتكي ونقول يعني عندي مؤمنين تعبانين، ونيجي نقول له: حبيبي، نقول بقى اللي جناب الراعي وجناب القائد وجناب الخادم اللي بيسمعنا: لما تيجي تحط حد في خدمه فكر زي الرب. يا رب. الرب لما بيحط حد، بيحط حد راجل، لازم يبقى كبير. مش لازم يكون القاده في الكنيسه عددهم كبير، بس مهم يكونوا ناضجين. صح. يكونوا اعمده. صح. يكونوا عمدان. احنا مبنى زي ده ممكن ما يكونش فيه 100 عمود، ساعات يبقى 4 عمدان كفايه. هو مش بالكتره، صح، لكن بالنضج. فالرب مش هيستخدم غير الكبير والناضج. الحاجه الثالثه دي ليها علاقه بالحرب، الحرب الروحيه. الرب يكلم موسى في سفر العدد اصحاح 1 ويقول له: عد لي الشعب من ابن 20 سنه فيما فوق، وفرز لي منهم متجردين للحرب. يعني من سن ايه يا رب يبقى الجنود؟ قال: من سن 20. ايه ده؟ طب والعيال؟ قال: ما يحاربوش، ما تدخلهمش الحرب. فاحنا ساعات كتير قوي يعني بصراحه يعني الاطفال دولت لو دخلوا الحرب ينهزموا. صح. يتكسروا. فعشان كده ابليس يعني بي 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 لما بيلاقي اطفال واقفين في حته مش حتتهم بيضربهم ويكسرهم. فمهم قوي اكبر عشان اعرف اخش في مواجهات وانتصر. مظبوط. دي الدوافع اللي تخليني انا كمؤمن اكبر. الحاجه الرابعه: ابقى عندي ابوه روحيه. عمرك شفت اب روحي طفل؟ لا. تعرف احنا مفتقدين في الكنيسه الابوه الروحيه والامومه الروحيه. مفتقدين لناس لما يقعدوا معاهم المؤمنين الجداد يبقوا فاهمينهم ويعرفوا يسندوهم. عندنا في رساله يوحنا الاولاد والاحداث والاباء. والاباء. فكل من يدرس كلمه الله يعرف كويس ان دي حاله روحيه. اب يعني بيعرف يطعم الاخرين،
أب يعني بيعرف يرعى الآخرين، أب يعني بيعرف يهتم بالآخرين ويعطي الآخرين، فده اللي أنت بتقصده جدا. بس في ما بين دي وما بين السائد في هذه الأيام الأخيرة شعرة أقولها وأنا مع أخويا الكبير، اللي هو إيه؟ أنا بتلمذ ناس، وهذا التعبير الرب يخاف منه عليا، يعني خاف عليا لو أنا تلمذتهم وأنا الأب الروحي وأنا المرشد الروحي وأنا المتسلط على، هل أنت تقصد كده؟ لا 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 طبعا لا، إن أنا امتلك الناس، أنا بتلمذ، أنا بتلمذ معاهم. أنا في أول محاضرة ما أتكلم عن التلمذة بقول لهم تبقى خيبة كبيرة لو أنتوا فاهمين إن أنتوا تلاميذ رأفت فوزي، تبقى خيبتكوا خيبة، لأني لو أنتوا ما صرتوش تلاميذ للمسيح ده شيء ما يشرفكمش إن أي حد تبقوا تلاميذ. يعني الخادم الأمين بيتلمذ تلاميذ لمين؟ للمسيح بالروح القدس. نعم، يتلمذ تلاميذ للمسيح بالروح القدس. عشان كده بولس يقول لهم خطبتكم لرجل واحد، مين؟ يسوع المسيح. نعم ايوه. الدكتور زكريا معلمنا كلمه واحنا مديونين للرب الى مجيئه هذا الرجل، رجل الله الوالد الفاضل طبعًا لينا طبعًا. يقول لك يا مدحت، يقول احنا مع بعض، احنا كل واحد ليه الخدمه بتاعته، ايوه احنا لو هنتجمع في حدث عشان نكرم الرب ايوه، بس احنا متفقين اطلاق وليس امتلاك. صح صح جدا، يعني كل واحد ينتشر بقى في خدمته وفي رؤيته صح الخاصه. صح، اوعى تكون غير نفسك. صحيح، بص صح جدا، ده الفكر الالهي. صح، احنا تلاميذ للرب. صح، انت قلت كلمه مؤثره مهمه، رأفت فوزي بيتلمذ وبيتلمذ معاهم، مع اللي بيتلمذهم، وكلنا طبعا تلاميذ للرب. صدقني يا اخي شريف، لما بنتوب بتوب، الرب يكلمني اتوب، وانا مقدم الرساله بس خبطتني اتوب. وده مش يعني بتكلم كده عشان اظهر ان متواضع، هو حقيقي الروح القدس لما بيجي ما بيسيبش لا ده ولا ده. صح، فهو كده. عشان كده كتير كتير كانوا كتاب الوحي يضموا نفسهم مع الناس. نعم، يقول كده انسان يعقوب، انسان تحت الالام مثلنا، نتكلم على إيليا عن نفسه. أه، مثلنا. نعم، انسان تحت الالام مثلنا. انت زينا. اكتر حرف اتحط في سفر الاعمال ايوه النون. ايوه، نحن ذهبنا رجعنا. صح، ايه ده خرجنا. صح، ايه ده اصل احنا حاجه واحده. نعم، اصل بولس. نعم، وانا وكلنا حاجه واحده مكملين. صحيح، لبعض. انا هرجع ليك بس مشتاق اسمع ترنيمه مع مدحت. تقول لنا ايه يا مدحت؟ تعالوا نرنم في ترنيمة حلوة بتقول اسف لاني ما قلتش لا. الله، ده الراجل ده يا مدحت. ايوه، في النعمة اكبر، في الحكمة. أيوة، اكبر. صح، عند الله والناس. تعالوا جداً نرنمها ونصلي. رجعني ليك يا رب. رجعني ليك بنتي انا. امين امين. رجعني ليك من تانى اختار، تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار. آسف لأني ما قلتش لا على كل مرة نبعت الحق، ونسيت مكاني ورجعت تاني، وللخطية أنا قلبي رق. رجعني ليك من تانى اختار، تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار. آسف لأن عرفت زمان إنك شايفني في كل مكان، وكنت بغلط كتير ولخبط وكأنه كله زي ما كان. رجعني ليك من تاني اختار، تكون إلهي طول المشوار، واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار. عايز أعيش لك زي دانيال يا ربي، وابقى من الأبطال
إن كان في ضلمة أو وسط لمت واخد قراري مفيش في صال رجعني لك من تانى اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار عايزك تكون انت الأساس في حياتي يا يسوع والمقياس في الحكمة أنمو في النعمة أنمو في القامة عند الله والناس رجعني لك من تانى اختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد الطيار مجدا للرب يسوع. كان في سفر اللاويين يقول لك في حاجات تتاكل وحاجات ما تتاكلش. يقول لك السمك لابد ان يكون له زعانف وحرشف. زعانف يعني يسبح ضد التيار. مهما كان التيار اللي انت بتمر بيه الله يقدر يديك طبيعه جديده يتسبح ضد التيار. انت معاك 3 دقائق خدهم زي ما انت عايز وهترنم لنا ونختم يا مدحت. ايوه شفتك. ايوه مجدا للرب. بس بعد ما عايزين نختم بانمو ازاي الانسان عشان ينمو محتاج شويه حاجات كده. اول حاجه الانسان لا ينمو الا في بيئه صالحه للنمو. يعني الاول نقطه يعني عشان الواحد ينمو حطه في بيئه صالحه. يعني لما اجي احط زرعه بتتزرع في المناطق البرد احطها في المناطق الحاره مش تطلع. الارانب بنعمل لها بطاريات بوكس عشان يبقى مناسب لدرجه حرارته. والفراخ والحاجات البيض اللي عايزينه يفقس كل حاجه ليها بيئه ليها درجه حراره. انا عشان انمو محتاج اول نقطه اتاكد منها انا موجود في بيئه صالحه للنمو. لان في ناس اخويا شريف ازاي مش فاهمه انا دي اقول لك. انا مثلا راجل مؤمن اهو خدت الطبيعه الجديده تمام بس كل اصحابي بعاد عن الرب. انا افكر ممكن حد كان يقصد ان انت بتتكلم على كنيسه لا 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 معينة. انت لا. بتتكلم على حياة. انا اتغيرت. ايوه انا اتغيرت خدت حياه جديده بقت مع ناس شبهي بقى خلاص. لو حطيت الحياه الجديده دي في وسط ناس بعاد عن الرب ما كبرش. دي مش البيئه اللي تكبر فيها الطبيعه الجديده دي. فانا موقف نموي افضل طول الوقت متحجم مش منطلق. ليه؟ سلوكي غير سلوكه. ايوه كل اصحابي بعاد عن الرب افكارهم غير افكاري بيسحبوني معاهم في سكك مش مظبوطه. وخلي بالك ممكن يكونوا جوه الكنيسه بس ما خدوش اختبار. ما هو مش معنى ان انا جوه الكنيسه ابقى كل اللي في الكنيسه مؤمنين. لان هو من الاول الرب علمنا في حنطه وفي زوان. بالظبط. فالواحد يميز انا خدت الولاده الجديده الرب اعطاني طبيعه جديده انا محتاج تبقى شلتي واصحابي والناس اللي انا موجود في وسطهم زي عندهم الطبيعه الجديده كده. فلما نيجي نقعد مع بعض نشجع بعض نصلي مش نتفرج على حاجات غلط مش نجيب سيرة الناس بشكل غلط مش نفكر أفكار غلط. فدي نقطة لازم البيئة البيئة بتاعتي اللي أنا عايش فيها كمان ال- 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 البيئة دي ده علاقاتي اللي من بره. طبعا لو أنا داخل بقى في علاقة يعني علاقة عاطفية مع حد ما هو ده برضو استنزاف لي مش هتعرف تكبر مش هتعرف تنمو. لو انا انسان عندي عايش في بيئه في بيئه نفسيه كده فيها شعور بالنقص وشعور بالرفض يترمي عليا ده موجود جوايا وبيترمي عليا فانا مش عارف اكبر. كل دي حاجات كتماني وخنقاني عامله زي الزرعه اللي انت مش فاهم باكلها واشربها. يعني بيروح الكنيسه وبيحضر المؤتمر وبيحضر مجموعه التلمذه بس واقف زي ما هو. ليه ما بيتغيرش؟ لانه مش موجود في البيئه الصح بتاعته. فده محتاج شغل. الرب يجي يعمل ايه عند الزرعه اللي مش بتنمو دي؟ يقول كل من ياتي بثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. يعني ايه هتنقيه؟ يجي يقول لك لا انا هفهمك. الكرام ينقي ازاي؟ يجيب مقص حاد كده او اله حاده كده ويبتدي يشيل حاجات
من حوالين الزرع، حاجات واخده منه العصاره مستنزفاه مخلياه مش عارف يشد عوده، واكله منه العصاره، بتبقى حاجات طفيليه وبتبقى نباتات مزروعه جنب منه كده بتمص منه الحياه. ياما خرجت من الاجتماع وانا متبارك، وخرجت من المؤتمر متبارك، مشيت مع اصحابي والشله اياها، نهبوا مني الفرح ونهبوا مني القرارات، ورجعت في كل حاجه وبقيت زيرو زي ما بدأ. ده انسان لازم الرب يبتدي ينقي حياته عشان يطلق. ففي حاجه اسمها البيئه الصح اللي الانسان يكبر فيها. عايز تكبر انت محتاج تعمل جرد لحياتك. انا غارس نفسي في، بص الكتاب بيقول ايه، مغروسين في بيت الرب. نعم. في ديار إلهنا. انت غرستك فين؟ فيكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه التي تأتي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح. ايه ده؟ فين البيئة بتاعتك؟ قال لا، أنا لازم أتغرس عند مجاري مجرى المية، مجرى المية عند النعمة. إنمو فين؟ في النعمة، مش في أي حتة. طب إيه النعمة؟ قال لك دي النعمة، دي مش كلمة، دي النعمة دي بيئة. ازاي؟ في روميا 5:2 يقول النعمة التي أنتم فيها مقيمون. ايه ده؟ يعني انت عنوان اقامتك فين يا مدحت؟ فين يا شريف؟ في النعمة. في النعمة. ده تاني النعمة دي مش كلمة، دي النعمة دي حياة، دي بيئة الواحد عايش فيها. نعم. لو انت مش موجود في النعمة ما تنموش. عشان كده الروح القدس كان حريص جدا وهو بيكلمنا عن النمو، قال انمو في النعمة. في النعمة. شكرا ليك يا رب. دي حاجة مهمة جدا. نعم. في يعقوب 3:18 يقول وثمر البر يزرع في السلام. نعم. للذين يحبون السلام. يزرع في أي بيئة؟ في السلام. بيئة السلام. يعني طول ما انت خايف ومضطرب من جواك وقلقان، طول ما انت متنكد، طول ما انت مليان مرارة، طول ما انت مليان غضب، ما تنموش. عدم غفران، خصام، ما تنموش. ليه؟ لأن ثمر البر، غرس البر ده ما يطلعش الا في بيئه اسمها السلام. لو انت قلبك ما فيهوش سلام ما تكبرش. ما ده البيئه دي حاجه مهمه جدا. نعم. مش كده المؤمن يخش خلوته ويقعد يصلي وينكسر قدام ربنا، يا رب خلي حياتي بيئه نافعه للنمو. يا رب. يعني شيل من فكري اي حاجه فيها اضطراب، فيها نجاسه، اي حاجه تسممني يا رب، فانمو. دي النقطه الاولانيه، البيئه. تاني حاجه للنمو، الانسان محتاج ياكل. في حد بياكل؟ في حد بينمو من غير ما ياكل ويشرب؟ لا. لازم ايه الاكل بتاع الطبيعه الجديده دي؟ هو يقول كده اشتهوا اللبن العقلي كاطفال مولودين الان. ايه بقى؟ اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش. والرب كل مرحله ليها اكلها. يعني الاطفال ياخدوا لبن. بولس بقى في عبرانيين 5:14 صارت لهم يقول لهم كده، يقول لهم أما الطعام القوي فللبالغين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. الشر. طعام، يبقى في لبن وفي طعام إيه؟ قوي. ده حاجة مهمة. ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقي. يبقى المؤمن لازم يأكل. ياكل. ولو انت بتسمعني وعندك صدة نفس يا رب مالكش نفس تاكل، افتح شهية كل واحد يا رب. انت محتاج تتوب يا رب. وتقول له افتح شهيتي يا رب. لان المؤمن السليم هو مؤمن نفسه مفتوحة على الرب على طول. نعم. حاجة التالتة، اي حد بينمو محتاج حاجة كمان بنسميها تنقية. هستأذنك تقولهم لنا عناوين بسرعة بيئة علشان الوقت. بيئة. واحد، أكل وشرب. اتنين. ثالث حاجة اللي أنا بقول عليها تنقية. يعني طول ما أنا بكبر أكيد محتاج أوقات أقص شعري وأقص ضوافري، محتاج أنقي أي حاجة فيا كده مش متزبطة. فأنا محتاج طول الوقت قدام الرب أقول له نقيني. نعم. شيل مني أي حاجة طلع فلتة كده، طلع مش مناسبة. شكرا لك. وده شيء يتعمل كل يوم حتى لو مؤلم. حتى لو مؤلم. آخر حاجة تربية. المؤمن محتاج يتربى بجد. في مؤمنين اتولدوا، أنا آسف مش قصدي أشتم يعني، بس هو كده ما تربوش.
فالرب بيجي يقول لك لو انت ابني تتربى. مين يربيني؟ الرب. نعم. الرب يربيني. نعم. طب فين ده في سفر اشعياء واحد يقول ربيت بنينا؟ ده بيربي طبعا. طبعا طلع ان ربنا مش بس اللي بيولد، الاب مش بس في ايه كمان تأدبي يا اورشليم. تأدبي طبعا، انا عايز صح عايز يأدبها يعني. كلمه تلمذة في اللغه اليونانيه معناها تهذيب. نعم. والتهذيب ده شكل من اشكال التربيه. يعني ايه الرب يربيني؟ يعني الرب يكلمني في تفاصيل حياتي. نعم. يجي يقول لي صوتك عالي، لبسك مش مناسب، الميك اب بتاعك مش مظبوط، فستان ده ما تنزليش بيه. طالما قبلت ان التلمذ وانمو، مش هو اللي بيربي؟ نعم. يبقى اب يتكلم في تفاصيلي. نومك مش عاجبني، الوقت ما تسهرش اصلك الواعظ ولا القسيس ولا اللي بيتلمذني هيتكلم في الحاجات دي، وساعات ابويا وامي ما يكلمونيش، لكن الرب ليه سلطان يكلمني في الكلام ده لان هو بيربيني. مجدا ليك يا رب. مجدا للرب. احنا مستمتعين. مجدا. الوقت اللي خلص، لكن الحديث معك حبيبي ما بيخلص. وشكرا لاجل كلمه الله اللي ماليه فمك وقلبك. شكرا. بشكر رب لاجل نموذج مشرف رأفت فوزي المبارك. حبيبي. نختم ختام غير تقليدي. شكرا يا اخ رأفت يا خال يا حلو. شكرا على الموضوع الجميل. انا اتبركت بالوقت ده معاك يا شريف انت ومتحف، وانتوا بركه للبلد كلها ولكل الناس. رب الحلو. حبيبي. شكرا يا مدحت يا مبارك صديق الحلو. حبيبي. بصراحة الترنيمة اللي كتبها رأفت فوزي، أيوة شفتك، ولحنها سعيد رمضان الحلو. لما واحد يبقى في أزمة يقول له على فكرة أنا مش ناسي، أنا شفتك. أيوة. لما يكون بيعمل عملية يقول له فلان أنا شفتك. هو كتب لنا رأفت فوزي الحلو، أيوة شفتك مجدد. في الأمام، أيوة شفتك ماسك الزمام، ايوه شفتك في انكساري، ايوه شفتك وانت بتغير مساري. افرح ورنم واختم معانا بالترنيمه المباركه الحلوه دي. هللويا هللويا. ايوه شفتك في التجارب وانت بتدرب نحارب، ايوه شفتك في التجارب وانت بتدرب نحارب، كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب، كنت خايف من نهاية شفتك الأسد اللي غالب، أيوة شفتك في انحنائي وانت بتشكل إنائي، أيوة شفتك في انحنائي وانت بتشكل إنائي، كنت فاكرك مش دوايا شفتك العون اللي باقي، كنت فاكرك مش دوايا شفتك العون اللي باقي، أيوة شفتك في الأمام وقت لمعت وقام، أيوة شفتك في الأمام وقت لمعت وقام، كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام، كنت فاكرك مش معايا وانت ماسك الزمام، أيوة أيوة شفتك في انكساري وانت بتغير مصاري، أيوة شفتك في انكساري وانت بتغير مصاري، كنت شاكك في العناية وانت بترد اعتباري، كنت شاكك في العناية وانت بترد اعتباري، أيوة أيوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي، أيوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي، كنت بسأل عالحماية
وانت بتحارب في صفي كنت بسأل على الحماية وانت بتحارب.